نكمل النهاردة كلامنا عن سورة موضوعنا عن سورة الرحمن. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن سورة الرحمن وانت قلت انها عروس القرآن وشرحنا ازاي عروس القرآن وقلنا ان هي بتقف من الرحمن موقف ما فيش حد بيقدر يقف مثله، ان هي بيقول لها مين اللي كان بيداوم على قراءتك في الدنيا، فبتقول له فلان وفلان وفلان فتبيض وجوههم، حكينا عنها الحلقة اللي فاتت، اللي راحت عليه الحلقة اللي فاتت فيه يشوفها على اليوتيوب. الحلقة النهاردة هنكمل سورة الرحمن، احنا وقفنا لسه كانت مقدمة بس عن سورة الرحمن، النهاردة هندخل في قلب السورة، هندخل في أول حاجة السورة دي أولها بسم الله الرحمن الرحيم. الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم أول آية نزلت على آدم ونزلت على كل الأنبياء. الآية دي افتتح بيها ربنا سبحانه وتعالى القرآن، يعني واجهة، يعني زي ما تقولي عايزة تروحي تشوفي بيت، واجهة البيت بتديكي فكرة عن اللي جواه، فواجهة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيك تقري القرآن من غير ما تسمي، مظبوط؟ تقري الآية من غير ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم ما تظبط. هي الواجهة دي بتكون مدخل إلى الرحمة الإلهية اللي ربنا بيشرحها لك في كل القرآن، يعني كأن المدخل حنون، مدخل كله رحمة، مدخل بيعرفك إن رحمة ربنا موجودة في القرآن قد إيه. هنا بيقول لك أنت لو قلتي بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بتبتنع عنك الشياطين، ولذلك إحنا في التعليم اللي بيعلموها لنا اهالينا واحنا بنعلمها لاولادنا ان لازم تسمي قبل ما تاكل، مظبوط؟ انما عرفتي ليه بتسمي قبل ما تاكل؟ لان الشيطان بيشاركك في كل حاجه في حياتك، انما لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم بيبتعد عنك. يعني في اكلك بتسمي، لما تدخلي على الحمام وانت داخله تعملي شاور بتقلعي خالص، فعشان خاطر ما يتطلعش عليكي سمي، بيغض البصر وبيمشي. انما لو وقفت ما تمشيش في البيت رايحه جايه وانت من غير هدوم، لان الشياطين بتطلع عليكي والجن بيطلع عليكي، فحاولي انك تسمي طول ما انت بالموقف ده. المهم انت حتى لما تمسكي الاكل وتسمي بسم الله الرحمن الرحيم بيبتعد عنك الشيطان، وكانك بتخاطبي لمخلوقات الله اللي هو قدامك، يعني قدامك لحمه وقدامك خضره، كانك بتخاطبيهم، دول خلق من خلق الله، بتخاطبيهم بتقول لهم انا بتناولكم مش باسمي، ده باسم الله هو اللي قال. عرفت ازاي؟ فبسم الله الرحمن الرحيم تديكي معنى واسع وكتير كبير. بيقول لك الانسان اذا كان في حاله حزن شديده وقدر ويتوجه الى الله سبحانه وتعالى بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا باقل من رمشه العين، باقل من رمشه العين بيغير، يا بيديله ثقله يا اما بيزيل الهم من عنده، بيشرح صدره. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بيقول إن معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين على أموري كلها بالله. الإمام علي سلام الله عليه كمان بيقول لك إيه؟ إن لو واحد لقى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة على ورق، زي ما بيقولنا الصحف اللي موجود فيها والدعايات بتاعت الأموات وكده، بتلاقي مكتوب عليها فوق بسم الله الرحمن الرحيم، قصيها بالمقص، خليها حته صغيره كده، حطيها في قلب درج عندك او في قلب أو جنب هدومك او اي حاجه، حفظا لاسم الله من انه يتلوث او يروح في الزباله. فهنا الامام علي سلام الله عليه بيقول لك اللي بيلاقي ورقه مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وبيحفظها وبيشيلها اكراما لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه عنها ان كان ابوه وامه في حاله عذاب بيرفع عنهم العذاب، واذا كانوا في حاله نعيم بيزود لهم النعيم. طيب ممكن واحد يسال ليه السوره دي افتتحها بكلمه الرحمن؟ احنا عارفين ان في رحمه رحيميه ورحمه رحمانية. الرحمن للجميع، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، إنما الرحيم للمؤمنين في يوم القيامة، يعني رحمن لجميع الخلق إنما رحيم للمؤمنين بس. ولذلك يقول لك الرحمة الرحيمية،
هنا يقول لك الرحمن هنا سبحانه وتعالى يمتلك الرحمة الواسعة، عشان كده هو افتتح لك السورة دي، لأن دي السورة دي بتاعته. يعني شوف السورة ما تقوليها مثلا، تقولي أي سورة تانية باسمها عادي، إنما تيجي تقولي سورة الرحمن تحسك إن حاجة دخلت جوه قلبك ريحتك، لأن عبالك السورة دي بكل النعم بتاعته المادية والمعنوية. دهشتك الصورة كلها فيها كل نعم اللي بيعملها المادية والمعنوية، وقال لك إن أنا الوحيد اللي بملك الرحمة الواسعة. مش قال لك في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء؟ حتى لما يجوا يسألوا كان يقولوا يعني إيه رحمتي وسعت كل شيء؟ يعني بيقول لك إن شايف شعاع الشمس تقدر تقعد فيه أنت وكل البلد وما بينقص، رحمة ربنا كده بتغطي على الجميع، مش ناس وناس، بتغطي على الجميع، رحمته وسعت كل شيء، وكل مخلوقات الوجود من رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، دي برضو من آثار الرحمة بتاعت ربنا. يعني لما نيجي نضرب مثال لرحمة ربنا في الكون كله، تجدي في النبات في رحمة، في الحيوان في رحمة، في الإنسان في رحمة. نديكي مثال في النبات، مثلا عندك لما يجي ربنا يديكي نبات ضخم زي البطيخ مثلا، ما يرضاش يحطه على شجرة عالية بغصون احسن ما تكسر الغصن ويقع ويموت، فهنا من رحمته يخلي البطيخ يطلع على الارض، لان لو الغصن حمل اكتر من بطيخة واحدة بيتكسر، فما بالك ببطيخ كتير، فيخليه يطلع على الارض، ده يفرشه على الارض تحت. يجي لشجر تاني عالي، يجي لنوع من النبات يعمله لك في الصيف، لان عارف جسم الانسان في الصيف بيحتاج للسوائل، فيقوم يديك الفاكهة الصيفية فيها سوائل اكتر عشان جسمك يستفيد بيها. جسم الانسان في الشتاء محتاج لاملاح ومعادن واشياء عشان تديله طاقة عشان يتغلب على البرد، فيديك فاكهة الشتاء فيها املاح ومعادن اكتر، فدي رحمة من عند ربنا. يجي مثلا يقول لك ان على فكره النبات والحيوان وكل مخلوقات الله لها حس وادراك وشعور. اوعي تفكري ان في خلق من خلق الله لا يشعر او لا يحس او لا يدرك. يعني ما تقوليش مثلا الجماد، يعني الطاوله دي مش جماد، انما لها حس وادراك وشعور، ولذلك هي بتسبح، تسبيحها عن طريق الادراك، يعني بتسبح بتسبيح خاص ربنا حطه فيها. الطيور، الحيوانات، الحشرات، كل شيء، كل مخلوقات الله تسبح، فاذا اللي بيسبح له ادراك. نبص على النبات مثلا، انت زرعتي زرعه حطيتيها في قوار، وحطيتي قدام القوار مثلا حيطه، او حطيتي على صخره كده تمنع عنه الشمس، تلاقي النبته لحالها لفت وراحت من الورع عشان تقدر تطول الشمس، لان عندها ادراك ان ده هيقتلها، لازم تلف من الناحيه الثانيه تروح في المكان اللي بتشوف فيه الضوء. فالنبات له ادراك. النبات يختلف عن الحيوان انه ما لهوش حركه، الحيوان له ادراك وحركه. الحيوان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق كل المخلوقات قال له قدر فهدى، كل واحد له قدره ربنا قدرها له وهداه للي له. يعني لو ضربت لك مثال بسيط، مثلا دلوقتي عندك انت في البستان اللي في بيتك في الباك يارد مثلا، عايزه تزرعي شجره ليمون، وعايزه تزرعي شجره تفاح، وعايزه تزرعي شجره مانجا، بتعملي ايه؟ بتحرطي الارض، بتقلبيها، بتحطي البذره، وتحطي ميه، وبتقعدي بتستني لما تطلع النبته، مظبوط؟ وعشان كده هو كده في سوره الواقع قال لك ارايتم ما تزرعون، أأنتم تزرعونه، أرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت بتحرث بس، تقلب الأرض وتحط البذرة. أرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ربنا هو اللي بيزرع مش أنت أبدا، أنت ما بتعملش حاجة، هو لما البذرة تحطيها تحت بتتقسم اتنين، نص بيروح للجذر والنص التاني بيطلع على وش الأرض بأمر الله، وهو ربنا بيهديها. أنت تمصي المادة الحمضية من التراب عشان تطلع شجرة ليمون، وانت تمصي المادة السكرية عشان تطلع شجرة تفاح. يبقى الوحي بتاع ربنا الملكوتي للأرض وللنبات انه يأمرها ويهديها للي هي بتعمله، للي هي مطلوب منها. تعال نشوف الحيوان. الحيوان كمان عنده ربنا سبحانه وتعالى لما خلق حيوانات، الحيوانات كلها لان دي خلقة ربنا، وربنا حنون وكريم ورحمن ورحيم، فما يخلقش حيوان ويسيبه كده، انما يدي كل حيوان قدرة على حماية نفسه.
قدرة على انه يحمي نفسه وقدرة على انه يعرف الضرر فين والمصلحة فين. كل مخلوقات الله كده. تبص تلاقي نوع من الحيوانات خلقها رجليها سريعة الجري زي الغزال مثلا، عندها قدرة سريعة على الجري للحماية لنفسها. نوع من الحيوانات بتتغذى على نوع من الشجر عالي قوي فيديها طول في رقبتها زي الزرافة عشان تقدر تطول أنواع غذائها، دي من الرحمة بتاعت ربنا. نوع من الحيوانات يديله قوة عضلية في مخالبه أو في زي الأسد أو في القبض على الفريسة. نوع تاني يديله قوة في سنانه في العض. نوع تاني يديله نوع من الرائحة تطلع منه منفرة جدا بحيث يبعد عنه اللي جاي زي السكانك اللي تعرفوه ده، يبعد عنه اللي جاي يفترسه. كل واحد ربنا هداه لحاجة تحميه. كل الحيوانات والحشرات والطيور لهم مصادر دفاع ربنا اداها لهم. طيب لما نيجي نشوف هنا، شوفي عظمة ربنا بقى وقدرته هنا. لما يجي مثلا نقول حيوان قاعد في الغابة، أي نوع من الحيوان، جاله مرض، جاله مغص، لا عنده مستشفى ولا عنده 911 ولا عنده حد يوصله للدكتور ولا عنده حد، إنما يا رب يعمل إيه الحيوان ده؟ قال لك لا، أنا اللي خلقته، أنا اللي أرحمه، أنا أعلمه بالغريزة إزاي يداوي نفسه. الإنسان إداله العقل وإداله التفكير وإداله العلم، سابه هو يعلم نفسه، سابه هو يدور على نفسه. إنما الحيوان عاجز، لا عنده نطق ولا عنده علم ولا عنده تاريخ ولا عنده ثقافة، فإداله الغريزة بتاعته هي اللي تشجعه وتعلمه كيف يحمي نفسه أو يشفي نفسه من الأمراض. أديكي فكرة بسيطة بس، مثلا عندك الخنزير البري لما يمرض يقوم ربنا يوجهه انه ياكل السلطعان، السلطعان اللي هو اللي بتقولوا له بالانجليزي كراب، كراب اللي هو في الميه، ياكله يشفى. الحمار البعير لو اكل ورق البلوط يشفى من مرضه. الضبع، الضبع لو اكل الوسخ بتاع الكلب يشفى. فكل واحد عارف الدواء بتاعه ايه. الببر، الببر اللي هو حيوان بين الاسد وبين النمر، لو مسك له كلب ولقطه واكله طاب خف. عندك الدب، شوف الدب ده بكبره وبضخامته لو اكل النمل يشفى. يدور على النمل في الغابه، يدور عليه لو كان مريض ياكل النمل يطيب. عندك الذئب ياكل التراب يسف شويه تراب يطيب. كل واحد متوجه. عندك الفهد، عارفة الفهد اللي هو بيشبه النمر، لو أكل فار، لو لقط فار بس هو ماشي كده أكله انتهى خلاص راح منه المرض. الثعلب والأرنب يدوروا فين القصب موجود ويأكلوا عود قصب خلاص يروقوا. الغراب يدور على الحقل فيه شعير، لو أكل شوية شعير انتهى المرض بتاعه. الهدهد يلقط له عقرب من العقارب اللي موجودة في الأرض، لو أكل العقرب سم العقرب يطيبه. شوفي كيف ربنا موكل كل واحد بشيء. الغريب بقى الأفعى. عندك نوع من الأفاعي بيعيش آلاف السنين، بيقولوا إن الأفعى كل 100 سنة أو 80 سنة بتغير جلدها. يمكن شفتوا على القناة ديسكفري تشانل كيف الأفعى بتغير جلدها، تلاقيها ماشية بينسحب الجلد منها وهي طالعة منه وبتسيبه على الصخرة وبتمشي بتجون لها جلد تاني. كل كذا سنة بتغير جلدها، إنما لما توصل لألف سنة بيصيبها نوع من العمى. لما تنعمى الأفعى بتكون عندها حاسة الشم قوية، فربنا بيعمل بيهديها إنها تروح على شجرة اسمها شجرة الأسرار أو الرزيانة، بتفضل تمشي في الصحاري تمشي تمشي بحاسة الشم. لما توصل للشجرة دي، بس توصل على الشجرة دي بتحك عينيها فيها جامد جامد جامد، فورق الشجر ده بيضيع العمى منها وبترجع عينيها تتولع كمان تفتح كمان مرة. دي قدرة من الله تعالى، لأن مخلوقات الله هو أرحم بيهم من أي حد تاني. احنا عارفين الجنة اللي ربنا وعدنا فيها إن شاء الله عبارة عن أنوار محض، أنوار أنوار أنوار. الجنة كلها نور.
انما بيقول لك ايه، الانسان اللي ما يقدرش يشوف نعمة ربنا اللي توصله للجنة في الدنيا بيتحرم فيها هناك ازاي. فبيقول لك ايه، ربنا اداك علم واداك فهم واداك ائمة تفهمك اللي انت فيه. بتقول لك العلم بتاع ربنا بيقول لك عن طريق الأئمة وعن طريق رسول الله إن النظرة إلى غير المحارم غلط. يعني إيه؟ يعني ما تبصش لواحد غريب عنك وتقعد تتفرج عليه وتشوف آه والله وشه حلو، آه والله عينيه حلو، آه والله أو جسمها حلو أو شكلها حلو. النظرة دي بتعمل فيك إيه؟ أقول لك النظرة دي سهم من سهام إبليس. انت بتأذي نفسك فيها ازاي؟ لان انت بتطلع ومش همك حاجة، انما النظرة دي بتروح لعينك اللي في عالم البرزخ بتطفيها كذا مرة كذا مرة كذا مرة تتعمى هناك، فبيطلع في عالم البرزخ بيقول ربي لما جعلتني اعمى وقد كنت بصيرة. فهنا بيجي له النداء، قد جاءتك اياتنا فنسيتها. اياتنا هنا هم اهل البيت، نسيت تتبعهم، نسيت تمشي وراهم. وكذلك اليوم تنسى، نسيت هناك يبقى دلوقتي لازم تكون عايش ناسي. احنا دلوقتي هننساك لان انت نسيتهم هناك. هم كان يدوك التعليم يقولوا لك ما تنظرش الى غير المحارم نظرة غير مش سليمة، لان نظرتك دي بتأذيك انت ما بتأذيش حد تاني. يعني ممكن انت تتطلع في بنت او بنت تتطلع في شاب بنظرة ان هو مش يعني نظرة بحب او بشهوة او 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 دي بتطفي عينيها في عالم البرزخ. لما توصل لعالم البرزخ بتروح عمية وبتتساءل ليه، لانك انت كنت في الدنيا او انت كنت في الدنيا بتطلع في ناس مش مخصص انك تطلع فيهم، فبتطفي عينيك هناك. اللي بيسمعوا الاغاني، الاغاني بتصيبك هناك بالصمم. احنا عارفين الجنة فيها موسيقى وفيها اصوات داود، داود يمتاز بصوت ملائكي رهيب، بحيث لما كان في الدنيا يمشي كان وهو بيمشي بين الجبال يذكر في مزامير داود اللي هي أشعار في مدح الله، فكان يمشي يقول الأشعار بتاعته بصوته الجميل، الطيور وهي طايرة تقف تتسمع عليه، الجبال تأوب معاه، مش قال لها يا جبال أوبي معاه مع داود، تأوب معاه من جمال صوته. ولذلك جمال صوته ده مدخر في الجنة لأهل الجنة يسمعوه. إنما اللي بيسمع موسيقى في الدنيا وأغاني، مش قصة موسيقى عامة، أنا بقول لك الموسيقى اللي بتديكي أغاني أو بتديكي معاني تحرك فيكي الغريزة والشهوة فيكي. يعني مثلا ممكن واحدة تكون قاعدة تسمع موسيقى ناعمة، موسيقى هادية ما فيهاش حاجة، إنما الموسيقى اللي بتحركك وبتخليك تترقصي معاها وبتخليك تغني معاها وتثير مشاعرك، هي دي الموسيقى الممنوعة، الأغاني الممنوعة. اللي بيسمعها هنا بيصاب بالصمم هناك، بيطرش هناك. خدي بالك أنت بتأذي نفسك باللي بتعمليه هنا، عارفة ازاي؟ بتأذي نفسك باللي بتعمليه هنا. يعني مثلا يقول لك يجي واحد مثلا من الناس المتشددين يقول لك الموسيقى حرام ويسكت. طب يا عمي فهمني حرام ليه؟ أفهمك حرام ليه دلوقتي؟ حرام لأن لو سمعتها هنا وكانت غلط أو فيها مواضيع تثير الأحاسيس هنطرش هناك. أنا مش عايزة أنطرش هناك لأن حياتي هناك طويلة، حياتي هنا قصيرة، فأنا لا بعمل هنا بربي هنا لهناك. ولذلك الدنيا مزرعة الآخرة، اللي بتزرعه هنا بتلاقيه هناك. شايفة ازاي؟ اللي بتزرعيه هنا بتلاقيه هناك. فتحملي واصبري. اللي بيمنع نفسه هنا ربنا وعده بإيه؟ بيقول لك ايه؟ لو تحاشى المرء كل ذلك كتبت له الرحمة الخاصة وعدا على الله حقا، اللي هو قال ايه؟ فسأكتبها للذين يتقون، اللي هي الرحمة الخاصة اللي ربنا بيكتبها للناس اللي بتصبر على تعليم الله، لأن تعليم الله بتحوشك عن حاجات كتير نفسك طلبها. فاهمة ازاي؟ انت عايزة كذا انما ربنا بيخالف عليه، بيأمرك لا، فبتمتنع عنها. امتناعك عنها ده بيزكيك عند ربنا فوق. كلما ارتفع مستوى التقوى في الإنسان ازداد نصيبه من رحمة ربنا فوق. يبقى الرحمة عامة، إنما الرحيم صاحب الرحمة لأهل للمؤمنين في يوم القيامة. نيجي نشوف هنا قصة لإبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل كان معروف عنه إنه لما يجي يأكل يطلع يطلع برا يشوف أي حد من المارين أو من المسافرين ينادي يقول له تعالى كل معاي. يحب أول لما يجي يأكل ينادي أي حد يأكل معاه. مرة من المرات حطت الأكل لقى واحد ماشي، فقال له تعالى 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 كلك لقمة معي.
فجي الراجل قعد، فابراهيم فتح الاكل وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فالراجل طلع فيه قال له مين هو الرحمن الرحيم ده؟ قال له ما تعرفش ربك؟ قال له لا. ما تعرفش الله؟ قال له لا. قال له قوم فز من عندي، ما تاكلش معايا، قوم. فالراجل سحب حاله ومشي. فربنا سبحانه وتعالى بعت له جبرائيل وقال له يا ابراهيم، يقول الله تعالى لك 70 سنة وانا اطعمه وهو كافر بي، ما قدرتش على دقايق يقعد معاك وتطعمه انت؟ فاتكسف قوي قوي قوي، فراح يجري، ساب الاكل وراح يجري ورا الراجل. قال له تعالى، قال له لا ماجيش، انت ضحكتني. قال له بستحلفك بكل شيء بتعز عليه، انا ببوس ايديك وببوس راسك وببوس اجريك، تعالى كل معايا. قال له ايه اللي خلاك تتقلب كده مره واحده؟ قال له ربي عاتبني فيك. قال له اوف، ربك عاتبك فيا؟ قال له اه. قال لي انه بيطعميك بقاله 70 سنة وانت كافر بيه، وانا جيت اطعميك بقى بساعه واحده ما قدرتش اتحملك. فقام قال له لا 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 لا، علمني بقى على ربك. فلما علمه على ربه، طبعا اشهر اسلامه او اشهر مشي مع دين ابراهيم اللي هو دين التوحيد، وكان مؤمن وايمانه كان خالص لله بحركه بسيطه. ولذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم بيقول لك ايه، اكرم الضيف ولو كان كافر. اكرام الضيف ده حركه بتتكتب لك وبتتحسب عليك، لان اكرام الضيف من تعاليم الله اللي ربنا بيحبها قوي في الانسان. ولذلك انت حاتم الطائي، حاتم الطائي كان كافر انما كان مشهور بالكرم بتاعه، مفيش ضيف يدخل عنده الا لما يعمل له كل انواع التضييف يقدمها له. بنته لما وقعت اسيره بين ايدين المسلمين وعرف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها بنت حاتم الطائي، امرهم بانهم يفرجوا عنها ويوجبوها ويدوها ويروحوها. لما سألوا لي قال إن ربنا سبحانه وتعالى كان أبوها كريم، لولا إنه مات مشرك وإلا كان من أهل الجنة، لأن الكريم عند ربنا مرتفع. الكريم العطاء، العطاء ده ربنا بيحب العطاء، دول لهم ناس خصوصا مخصصهم ربنا للعطاء، لأن البخل كفر، لأن مال الله في إيدك ده مش مالك، ده مال الله. إذا أنت بخلت بيه ربنا هيحاسبك عليه، ومع بخلك هيوصمك بوصمة الكفر، إنك كفرتي، كفرتي بنعمة ربنا أداك النعمة، وشوفك يعني زي ما تقولي قدامك ولاد أعطيتي لكل واحد مصاري مثلا وقعدتي تتفرجي عليهم كل واحد هيتصرف إزاي. أنت دي مصرياتك أنت، هتشوفي مين فينا اللي بيعرف يتصرف صح ومين اللي بيعرف يتصرف غلط، فانت هتديهم التقدير بتاعك على هو تصرفاتهم. وكذلك ولله المثل الاعلى، ان ربنا بيدينا التقدير بتاعه على هو تصرفاتنا في نعمه وفي ماله. اكرام الضيف واجب. فشوفي اهل العراق كيف اكرموا الامام الحسين عليه السلام لما وصل على البصره، كان اكرامهم له كبير قوي. لا اله الا الله. ندخل في الآية الثانية، علم القرآن. الرحمن علم القرآن، دي كلها كانت في كلمة الرحمن، علم القرآن. بيقول لك إن علم القرآن ربنا سبحانه وتعالى، علم القرآن كله لرسول الله، نزل القرآن دفعة واحدة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك برضو من رحمة ربنا قال له إيه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تقيل، أنا عارف إنه تقيل. يعني القرآن ده قال لك فيه ان لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، الجبل يتصدع، فما بالك بقلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللي حمل القران وحمل الرساله وتحمل كل المشقه دي عشان يوصل لنا احنا القران. وشوفي اهل القران دلوقتي عاملين ايه في دينهم، يعني شوفي المشقه اللي تحملها رسول الله عشان يوصل لك القران، وشوفي احنا كيف تركين القران وتركين تعليم القرآن. يعني كأننا بنقول له المشقة اللي انت تحملتها دي ما تفرقش معنا، وبعدين يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللي ما بيقروش القرآن، أنا تعبت ونزلته لكم وعلمته لكم، ليه تركينه؟ القرآن ده عبارة عن رسالة من السماء للأرض. يعني تخيلي أنت مثلا ابنك أو بنتك مسافر وبعت لك مكتوب، بتفتحيه بلهفة وبتقريه بشوق، مظبوط؟ طب ده مكتوب من الله لإلك، رسالة من السماء للأرض، اقريها، شوفي ربنا عايز يقول لك إيه، دي رسالة إلى الله من الله إليك، لازم تقريها ولازم تعرفي هو عايز منك إيه، لأن أنت لو قريتيها واتبعتيها هتكوني عنده هناك
مزكاة يعني مفضلة عنده لأنك قريتي رسالته وفهمتيها، وده نوع من الحب بينك وبين ربنا. هنا بيقول لك إن بفضل تعليم القرآن اللي ربنا نزله لنا عرفنا عليه وعرفنا على أنفسنا وعرفنا على حياتنا وعرفنا على كيف نبني حياتنا في عالم الآخرة. يعني أنت لولا إن في قرآن وفي رسول وفي تعليم ما كنتيش عرفتي أنت اتخلقتي إزاي ولا مين اللي خلقك، كنا صرنا زي البهائم في الأرض. البهائم عليها أنها تأكل بالغريزة وتتناكح بالغريزة وخلاص وتفترس وتأكل وتعيش وتنام. ولذلك الإنسان مفضل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مفضل عند الله لأن اداله العقل، والعقل من أهم حاجة موجودة عند الإنسان. العقل ده اللي بيعرفك بيه إن إزاي تعرفي تعليم الله، نزلها لك عن طريق الأنبياء ونزل لك آخر التعليم اللي هي تحوي كل تعليم اللي فات، يعني كل الديانات من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل الديانات دي في دينك أنت في القرآن. فالقرآن كان الخاتم، خاتم لكل الأنبياء، علمك فيه كل تعليم الله. رسالة الله بتقول لك أنا طلبت كذا وكذا من أول الخلق لآخر الخلق. فلولا إن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا إن في قرآن يعلمنا إيه كان في زمان وإيه اللي حصل وإيه اللي كان في الملأ الأعلى وكيف اتخاصموا وكيف ربنا قال لهم بالسجود لآدم وكيف 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 وكيف، مكناش عارفين حاجة. لولا إن في ربنا بعتنا رسول وأوصياء وأمناء على دينه يعلمونا كيف نتخاطب مع الله، ما كناش فهمنا حاجة، ما كناش عرفنا حتى نرفع ايدينا ونقول يا رب. مظبوط، ما كناش نقدر نقول يا رب. هنقول له ازاي؟ هنكلمه مين هو، من انت، مين اللي خلقني، خلقني ازاي، وخلقني فين، وخلقني كل المعلومات دي علمها لك عن طريق الحمل اللي حمله رسول الله. ولذلك كل الحمل التقيل ده قال له انا مش عايز منكم اجر الا المودة في القربة. أجري يكون مودتكم في قرباء اللي هم مين؟ اللي هم أهل بيته. ونفذوا ولا أخذوا دينه صحت؟ أخذوا الدين وسابوا أهل بيته، ولذلك حيتعاقبوا على كده، لأن ده طلب أجر الرسالة، أجر الرسالة لمحمد. ياللي بتحبوا محمد، ياللي بتقولوا رسول الله وما بتسموش على أهل بيته، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوله، وهو رغم أنكم لا، لأن الرسول قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، البتراء يعني المقطوعة. قالوا له إيه هي البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتصمتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بفضل القرآن ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجات كتير، وعلمنا كيف نعيش وكيف نربي ثروة للعالم الآخر. ازاي نربيها؟ ازاي ناخد شنطتك تاخديها في سفرك محمله؟ اوعى تطلعي بشنطه فاضيه. انت لما تروحي من في فيكيشن بتاخدي لك شنطه معبيه هالقد، يمكن شنطتين ثلاثه مش قادرين يتحركوا من كتر التقل اللي فيهم، ده عشان انت رايحه فيكيشن. فما بالك انت مسافره سفر اخير وسفر طويل ما فيهوش رجعه. فحاولي ان تكون شنطتك مليانه، مليانه بالاعمال الصالحه اللي تزكيكي عند ربنا. لان الانسان على الانسان وهو بيندفن الناس بتقول ايه؟ ساب ايه؟ الملائكة بتقول قدم ايه؟ فهي شايفة الفرق؟ ماذا ترك؟ الورثة. انما الملائكة بتقول ماذا قدم؟ فتعرفي انت هتروحي دلوقتي في عالم تاني، عالم عفوا، عالم هيسألوكي قدمتي ايه؟ مالكيش دعوة باللي انت تركتيه. اللي تركتيه ده اللي زي ما قلتلك المرة اللي فاتت الميت بيقول ايه؟ اوعوا تلموا فلوس بالحرام لان وزرها عليا وانتوا اللي بتستفيدوا مش انا، لان الورثه هم اللي بياخدوا الفلوس. فالميت هو اللي بيتحاسب لانه كيف جمعها، انما الورثه بتاعته بياخدوها هم بيستمتعوا فيها. فواحد بيتعذب وواحد بيستمتع. فهنا بيقول لك انت قدم اللي تقدر تستفيد منه فوق. خليك واعي لنفسك، خليكي واعيه لنفسك، اعرفي انك انت اللي بتعمليه تحت بتحوشك فوق. فشوفي انت بتحوشي ايه، يا بتحوشي زباله لا مؤاخذه يعني، يا بتحوشي نعمه ترفعك لفوق. فالدنيا كلها فانيه، كلها ايام معدوده، زي ما قال امير المؤمنين ايامها قليله وعيشها ضنك وكلها بلاوي وكلها مصائب وكلها هم ونكد وقدر. فشوف بدك فيها انت ابن للحياه الجميله اللي قاعده اللي هتستناكي فوق، حياه طويله جميله
مليانة خير مليانة نعيم إذا كنت ربتيها من هنا من الدنيا. ولذلك الدنيا مزرعة الآخرة، تزرعي هنا تاخدي هناك. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. حملة القرآن اللي هم بيهتموا بقراءة القرآن وبيهتموا بتفسير القرآن وبيهتموا بنشر علوم القرآن، ودول أشراف أمتي. وأصحاب الليل اللي هم اللي بيقوموا بيصلوا صلاة الليل، اللي بيقوموا بيصلوا صلاة الليل دول ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا حطيت لكل عمل ثواب إلا صلاة الليل، لا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، اللي هو وصفهم في القرآن وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تخوفا خوفا وطمعا. يعني ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يعني بصي تلاقي نفسك انت مثلا محضره نفسك تقومي في صلاه الليل، حاطه ساعه جنبك، كل شويه عينيكي تتقلبي شمال يمين تطلعي على الساعه تقولي لا لسه بدري انام شويه، تطلعي على الساعه لما تيجي الوقت بتاعك تقومي، تلاقي نفسك نومك مقلقز لغايه ما تقومي وتصلي. لو قمتي وصليتي تاكدي ان الغرفه بتاعتك كلها كاميرات بتصورك، كلها ملائكه بتكتب لك. اوعي تفكري انك عايشه في عالم لوحدك، حتى لو في الاوضه لوحدك وفي الضلمه كلها بالتسجيلات الك، انت في فوكس على الملائكه موجوده، فاهمه؟ انت بتتكلمي مع رب العالمين مش بتتكلمي مع مين مكان، قاعده بتصلي سبتي كل الدنيا وقمتي في يعني بصي ان ناشئه الليل هي اشد قولا واقوى مقيلة، يعني ناشئه الليل يعني انك تسحب حالك من فرشتك، تسحب حالك من نومك من راحتك عشان تقوم تقعد بين ايدين الله، هو عارف انها صعبه وعارف انها تقيله، انما اللي بيقوى عليها واللي بيعملها بيكون عند ربنا له عظمه كبيره وله في الوقت نفسه ثواب. قال لك مش هقول لك عليه، انا اللي حدهوله وقت ما يجي عندي. فلذلك انت قاعد بالليل بتتكلم مع رب العزه وبيتفتح بينك وبينه ستار او تنل بيتفتح بينك وبين ربنا، بتتكلمي معاه انت مش شايفاه بس هو شايفك، الملائكه حواليك. لو قمتي صليتي وقلتي بالاذان والاقامه صفين من الملائكه قد المشرق والمغرب واقفين وراكي، تسبيحهم وصلاتهم الك، استغفارهم الك. شوفي العظمه اللي انت فيها، شوفي الرحمه بتاعت ربنا اللي بيديها لك بصلاه الليل. بتقفي بتتصلي صلاه الليل سواء كان بصور طويله او بصور قصيره مش مشكله، المهم صلاه، المهم 11 ركعه، المهم بتخلصيها وانت في حاله، بعد ما تخلصيها في حاله لقاء مع الله، بترفعي ايديك بالدعاء وعمر ربنا يستحي ان عبده يرفع ايديه بالدعاء وهو ينزلهم فاضيين ابدا. ولذلك احنا تعودنا لما نرفع ايدينا، لما سالوني الامام علي ليه احنا بنرفع ايدينا في الدعاء لهيك بنعمل هيك، قال لهم لان البركات بتنزل من فوق، فاهمة ازاي؟ فانت لما بترفعي ايديك بالدعاء بتنزل فيهم فضل من الله. ولذلك احنا من غير ما نحس بنعمل كده نمسح وشنا، مظبوط؟ انت بتمسحي وشك ليه؟ لان فضل الله في ايدك فبتحطيه على وشك، فهمتي؟ فهنا دول اصحاب الليل. طبعا اللي بيقرا القران واللي بيتعلم القران لازم يعمل بيه، يعني مش نسمع القران ونفهمه ونروح على البيت نلخبط الدنيا تاني ونروح ندي. من أفتى بغير علم فقد كفر. تيجي واحدة تسألك سؤال، هل مظبوط الحجاب مثلا غطيت شعري لازم أكون لبسي محدد في الحجاب؟ تقوم تقولها لا يا شيخ البسي اللي بدك إياه خلاص، يعني هي جت على كده؟ لا، لازم يا تدي فتوى صح يا تسكتي. من أفتى بغير علم فقد كفر، وخصوصا الفتاوي عندنا دلوقتي بين الحريم عجب، ده حلال وده حرام، ما تاكليش ده حرام، ما تاكليش ده حلال، اعملي كذا حرام، اعملي كذا حلال، اوعي ابعدي عن الفتاوى. أول حاجة أرجع تاني أنوه على لبس الحجاب، لأن نسيت أقوله في الأولانية، إن مش بس غطاء الرأس يا جماعة، ربنا مش بس قال لك غطي شعرك والبسي بعد كده ضيق والبسي بعد كده، أنا بشوف بنات صبايا بيلبسوا البنطلونات الجينز الضيقة 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 والبلوزات على الخصر، هو ربنا قال لك الحجاب يكون كامل من فوق لتحت. يعني غطيتي راسك يبقى مطلوب منك انك تلبسي اواعي لا تصف ولا تشف، يعني ايه لا تصف؟ يعني توصفش جسمك، ما تديش حجم ايدك قد ايه، حجم خصرك قد ايه، حجم فخادك قد ايه، ما توصفش، ولا تكون شفافه تبين اللي تحتيها، ده الحجاب، ويكون طويل. في سوره الاحزاب يا نساء النبي يا نساء قل للمؤمنين
قل لنسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لازم يكون لبسك طويل لتحت، ما تلبسيش اشي قصير، لان بشوف بعض النساء بيلبسوا تنانير لنص الرجلين، تيجي تقعد كانها على الركبه بس، ده مش حجاب. الحجاب يكون مغطي لتحت تحت. يدنين عليهن من جلابيبهن، خدي بالك. فالحجاب كامل متكامل موجود في قرانك، من راسك للبسك لشكلك، ما تلبسهوش بطريقه غلط وتقولي انا محجب. وكمان تيجي بواحده كانها حطت الحجاب على راسها، حطت كل علوم القران على راسها، لا، الحجاب فرض تعمليه، انما العلم لازم يكون هنا في راسك، جوه راسك مش بره راسك. لازم تتعلمي وتفهمي وتتعرفي ربنا طالب منك ايه، وتعرفي دينك بيقول لك ايه. طيب هنا بيقول لك كانوا ايام زمان يعلموا على وقت الرسول صلى الله عليه واله وسلم، يعلموهم 10 آيات 10 آيات، كل 10 آيات يحفظوهم عن غيب، وبعدين يعملوا بيهم، ولما يحفظوهم يدوهم 10 آيات تانيين. بالطريقه دي حفظوا القران. فيك انت تعملي كده، فيك تقدري تحفظي القران كل مده او كل اسبوع تحفظي 10 آيات، تصلي بيهم في صلاه النوافل وتسمعيهم. وهديكي طريقه كمان للحفظ، ان الحفظ يكون اضبط بالكتابه. يعني مثلا حفظتي 10 آيات، فاهم ازاي؟ تقعدي تحفظيهم تلاقي نفسك بتتلخبطي، سمعي لي يا فلانه، بتنسي. لازم فاحسن امسكي ورقه وقلم، بعد ما تحفظيهم اكتبيهم على ورقه، بس تكتبيها على الورقه دخلت في دماغك ما طلعتش. اللي عايز يحفظ القران بالطريقه دي يحفظه. بيقول لك ان اللي بيقرا القران، قارئ القران، اذا قعد وتوجه الى الله وفتح القران وبدا يقراه، ربنا بينزل في نفس اللحظه نور في قلبه وسكينه في نفسيته. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. تلاقي نفسك بعد ما تقري القران عندك هدوء في اعصابك وعندك راحه في نفسيتك اذا قريتيه بتمعن. ولازم تقري القران بتحاولي وانت بتقريه تفهميه، مش مجرد مكنه بتقرا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم كحال المرتحل. يعني قالوا له يعني ايه حال المرتحل؟ قال: من يختم القرآن ويرجع يبتديه من اول وجديد. ولذلك هو عمله لك 30 جزء واداك الشهر 30 يوم، فانت عشان تكسبي نفسك وتكسبي عملك هناك بتقري القرآن كل يوم جزء، بتلاقي نفسك كل شهر ختم القرآن ختم. فاهم ازاي؟ القرآن شاهد عليك في يوم القيامة. قلت المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت، القرآن شاهد عليك يوم القيامة، إذا كنت بتقريه بيتشفع لك، مهما تكون ذنوبك بيتشفع لك، بتدخلي بركة القرآن إلى الجنة. وقارئ سورة الرحمن بيشفع في اللي بيحبه. طيب فينا نقف لغاية هنا ونكملها في حلقة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.